بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد الريف المصري الجديد ده هنشوف أسعاره إيه في الكتالوج العالمي المتوثق بموثق من الخزانة العامة ودار الصك، ودي عملات ما حدش يبيع أقل منها زي ما بقول، وفي أخطاء كتير. طبعا احنا مش هنتكلم على الأخطاء، أنا هنتكلم على السعر العادي بتاع العملة العادية خالص، تمام؟ دي منه اخطاء كتيره متنوعه، اخطاء شائعه واخطاء نوادر. الاخطاء الشائع ده يا جماعه ممكن يزيد 5 جنيه 10 جنيه بالكتير اذا زاد يعني، انما الخطا النادر هو اللي بيزيد الضعف والضعفين كمان. فالعملات دي بيبقى فيها اخطاء كتيره، زي مثلا انحدار في العمله، قشط، العمله بتبقى مقلوبه معكوسه يعني، ممكن طبعا تلاقي منها عمله من معدن واحد، اوقات الانصاص دي ممكن تلاقي منها معدن حديد، تمام، زي ما شفنا في الجنيه ممكن تلاقي من دي برضه حديد، ممكن تلاقي منها نحاس ما بيلقطش، انما الاغلبيه من العملات الحديثه كلها بلقط، تمام، يعني ممغنط يعني. فممكن تلاقي فيها منها نوادر، والنوادر ديت انا قلت ابعتوا الاخطاء بتاع الكليه علشان اعرضها لكم، محدش بيسال، عشان اقيمها لك، عشان اقول لك سعرها، عشان من ان انا بعرض لك عملتك على القناه ممكن حد يعوزها من الهوايه ممكن بتاع، انا بقى بفيدك، انما للاسف محدش بيعرض. قلت لك اعمل فيديو بس دقيقة واحدة عشان اعمل لك الكلام ده كله واعرضه لك على القناة عندي، بعرض عملاتك اهي، عايز ايه؟ مش فاهم والله. فيعني اتكلمت كتير، واحد يقول لي اشتري العملات، ما تشتريش ليه؟ ما اشتريش، انا مش مجبر ان انا اشتري منك عملات، صح ولا لا؟ اشتري من 1000 واحد عملات، اشتري من 2000 واحد عملات ازاي يعني؟ ما انت لو مكانها هتعمل ايه؟ واحد يقول انا معايا 200 عملة، ما تشتريهمش ليه؟ ما تشتري العملة وانا اسيب لك فيها 5 جنيه، 5 جنيه و10 جنيه، حد بيشتري 200 عملة بالله عليك؟ ما تروح تبيعهم في السوق بالكيلو وروق دماغك وخلاص، كيلو ب 100 جنيه ولا ب 120 جنيه وروق دماغك. حد بيشتري 100 عملة؟ حد بيشتري 200 عملة؟ الناس بتشتري نوادر، الناس بتشتري عملات كده يكون نادرة، مش عملة موجودة مع الدنيا كلها. قلت اصبروا، العملات هتزيد، هتزيد ليه؟ عشان الدولار بيزيد، الدولار زاد، العملات دي بتزيد لانها من معادن وبتاع وكلام من ده، والعملة البلاستيك هتنزل، والعملات دي كلها هتزيد، هتطلب والله في يوم من الايام. ومش هو 5 6 مليون اللي بلموا عملات، وال 100 مليون الباقي ولا يسالوا في العملات ولا عارفين حاجه عن العملات ولا ثقافه ولا معلومات ولا اي حاجه، والا ما كانتش العملات دي وصلتك ولا وصلتني، صح ولا لا؟ لو كان كله عارف كان عانها معاه، عشان عارف انها هتزيد او عارف انها هتتباع، وكانت كلها والله كنت لقيت العمله بتجيب 100 جنيه و1000 جنيه لو كان كله اتباع، انما عشان هي متواجده بس كتير ومعانا ومع الناس كلها مش عارفه قيمتها، انما لما العمله البلاستيك تنزل كله ده هيتباع بقد كده، والتاجر اللي بتبغد دلوقتي هياخدها منك ب 100 جنيه وانت هتتحكم فيه وتقول له 200 جنيه هياخدها عشان هو يعرف يصرفها ويكسب فيها 20 30 جنيه، هيكسب زي ما بيكسب فيها دلوقتي، تمام. العمله دي يا جماعه نشوف اسعارها ايه في الكتالوج العالمي، ده مش موضوعنا الوقت ولا الاخطاء ولا الكلام ده، انا بنتكلم فيه بعدين. العمله ديت علشان نبقى عارفين نعرف الاول مصنوعه ديت من ايه، من النحاس المطلي بالفولاذ، لان الناس بتقول لي دايما قول يعني اتصك من قد ايه. ديت الوزن بتاعها 6.5 جرام، القطر بتاعها 23 مللي، السمك بتاعها يا جماعه 2.3 مللي. عدد الصك من العمله دي اللي هي بتاع الريف المصري الجديد، الريف المصري الجديد ديت اتصك منها 25 مليون قطعه، 25 مليون قطعه، وسعرها في الكتالوج العالمي بالضبط مكتوب 23 جنيه و85 قرش. كام؟ 23 جنيه و85 قرش بالظبط، ما بجيب لك بالظبط زي ما بيبقى مكتوب في الدولار، مثلا 20 دولار و55 سنت، ما مش بتبقى كده، ما انت هي نفس الشيء كده، الكتالوج بينزل اسعار العالم كله مش احنا بس. فيعني ده سعرها، من نقول نبيعها ب 20 جنيه توصل 25 جنيه وممكن توصل 30 جنيه واكتر من كده، وده في الكتالوج العالمي المتوثق، وممكن تزيد حسب الحاله، واللي بيبيع وبيشتري هو حر والتفاوض بينهم حر، ان شاء الله تبيع عملتك ب 5 جنيه، انا ما بقولش اكتر من الحق، وبقول ان العمله دي تتعمل بكذا، تقول لي ما حدش بيشتري ما حدش بيبيع، ان شاء الله ما حدش اشترى العمله معاك تزيد معاهم، هي بص معاك تزيد تبيعها انت الخسران بس.